السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا بغينا نهضر على واحد الموضوع اللي هو غاية في الأهمية. كل شيء كيعرف قبل ما تدخل كورونا، كل شيء كيعرف قبل ما تدخل كورونا ومن بعد كورونا شنو وقع. عباد الله سدات عليها الناس، الخدمة ديالها مشات ليها، بزاف ديال الحويجات تغيروا في الحياة مباشرة. كيجي ملف ديال دور الصفيح، اللي خسر شي ريال خسره، واللي دك شي ريال دقهم، حتى كيتفاجئوا الناس بعشرات المليون، فلوس النوطيرة، فلوس السنديك، فلوس الماء والضو، خمسة المليون، جوج ثلاثة ديال الضو، بزاف الحويجات ضعقوا عباد الله. ولكن حتى شي واحد فهاد الشيء كامل، الناس راه رضعت، الناس راه خضعت الأمر الواقع، ولكن الناس حقها فين هو؟ واش الناس مليون 100,000 ريال وحلتوا فيها نتوما، وحلتوا فيها نتوما كمسؤولين، تحلوا الناس 100,000 ريال، مليون، مليون ونص، وحلتوا فيها ما قديتوش تخرجوا لهم تحلوا لهم هذا المشكل. في الوقت اللي المواطن خاصو يحط 10 عاد المليون، وخاصو يحط فلوس السنديك وفلوس النوطير وفلوس بزاف د الحويجات. الناس راه تقهرات من مشي للجماعه، ما بقاتش عارفه راسها فين كاين حقها، واش في الجماعه، واش في العماله، واش خاصها تدق شي باب اخر. راه الناس في الوقت اللي كانت خاصها تاخذ البقعه ديالها مشات لها البقعه، وربما كاين اللي باقي كينهضر على البقعه باش ما نغلطوش الناس. الناس راه بغات 10,000 درهم ديالها، واقيلا ربما باغا عامة تاكل هذا الوقت، ما بقاتش كتفكر لا في شي، لا في هذا الشيء ديال السخيرات، لا ديال حتى شي حاجه. والله يرحم ليكم الوالدين، حلوا الناس المشكل ديال اصحاب الاذونات، الناس ديال المليون والمليون ونص اللي فيهم وعد بالبيع، اللي فيهم البقاعي، الناس اللي باغين البقاعي ديالهم، وديروا معاهم شي حل. ما هما خداو بقاعيهم، ما هما خداو رزقهم، شي واحد يفسر لنا. الله يرحم ليكم الوالدين، راه شفنا رجال كبار وعيالات كبار دابا في الجامعه ديال تمارا مساكن، جلسوا تطابو خواو السيكتور، جلسوا تطابو خواو. الله يرحم الوالدين. كنهضروا على ملف قاطع دور الصفيح، كنهضروا على امور تمشي بسلاسه، الامور تمشي زوينه، الامور كتبشر بالخير، وحلوا الناس المشاكل ديالهم. الا كانت 5,000 درهم غلبات المسؤولين، فكروا لذاك الدرويش اللي ما لاقيتها عشا ليله، فكروا لذاك الدرويش اللي الا تغدى ما كيفكرش في العشاء، والا فطر ما كيفكر لا في غدا لا عشاء. الاخوان بارطاجيو معنا الفيديو، الله يرحم الوالدين، ما كرهناش هذا المشكل هذا يتحل ديال اصحاب الاذونات في القريب العاجل، لان هادشي راه ما كيبشرش بالخير. الناس راه هاد الاستفاده بين قوسين اللي كنهضروا عليها، اللي وصلت لحد 10 مليون ونص استفاده في الوراق، عقد بالبيع على ايين 100,000 ريال، عطوا الناس 100,000 ريال ديالهم هي يرونوا بها السواع كما كنقولوا، ولا داك المليون، ولا اللي مخلص المليون ونص راه خاصو البقعه ديالو. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما بقى ما يتقال.